كويس انك جبت طلبات الشهر كلها مره واحده. لا دي مش طلبات الشهر، ده انا عامله لك مفاجاه. ادوكي خزين رمضان بتاع كل سنه؟ احنا فين رمضان فين؟ غيره. امك ذبحت وجبت لنا لحمه. هو انت كل همك على كرشك؟ يا رمضان يا عيد كبير، مفيش حاجه تانية كده خالص. ما انا بصراحه مش عارف بقى ايه الحدث المهم اللي كلنا بنرتب له. اه يا رقيمه، جبت لنا بقى كام تيشيرت بتوع المنتخب على كام علم عشان ماتش ليبيا الاسبوع اللي جاي، اهو نبيعهم بقى ونكسب لقمه عيش حلوه. ماتش وليبيا؟ انت مفيش فيك فايده، دايما كده عايش في لالا لاند. خليك كده دايما نظرتك سطحيه للامور. طب ما تفهميني. طيب استغفر الله العظيم يا رب، مين مسار حياته هيتغير الاسبوع اللي جاي؟ الواد ادري اولا اسمه دودي بس. صح، سقف لابوك يا سقف. ثانيا بقى، انا عمري ما هسامحك انت وامك ان انتوا اجبرتوني ان انا اسمي الواد ادري على اسم ابوك الله يرحمه. هو اسم جميل يعني، قدري، اسم فيه قدر كده، بس ده عيل صغير وبرضه عمري ما هسامح امك. ثالثا بقى وده الاهم، انا جمعت كل الاختبارات والنماذج والاسئله والاجابات بتاعه كل الانترفيوز بتاعه المدارس. تعالى هنا، انت رايح فين؟ هتروح تعمل شقاوه؟ اقعد هنا، اقعد ما تقومش. ليه؟ وده بقى ايه علاقته ان شاء الله بالشنط دي كلها؟ ما هي دي الاختبارات. بازل حروف اللغه العربيه، كتاب ماث، في بقى كل ما تشتهي الانفس، الوان على طيور على زواحف على حيوانات على خضروات على كل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها. طبعا اهم حاجه الكونكت فور عشان اختبر قدره الولد على التمييز ما بين اللون الاصفر واللون الاحمر. وطبعا ما نسيتش اهم حاجه يا فين، اهي الصباره الراقصه علشان تغني وترقص والولد يرقص معاها. والموضوع ده بقى محتاج انك تشتري كل الحاجات دي. ايوه طبعا. فاكر وانت في ثانويه عامه كنت بتجيب كتاب الامتحان وسلاح التلميذ وبتجيب كل امتحانات السنين اللي فاتت والمحافظات القريبه والبعيده كمان علشان تحلها، يمكن يجي سؤال مشابه في الامتحان؟ هي نفس الفكره، ولا هو حلال ليك وحرام على دودي؟ ماشي يا ستي. والحاجات دي بقى كلفتك كام ان شاء الله يا دكتوره؟ كلفتني 3700، لا 3875 جنيه 75 قرش. بقى الواد ده يدفع في المصاريف دي كلها؟ ويا اما يقبل يا اما ما هيقبلش. يا شيخ حرام عليك. افهم بس افهم، انا بقول لك انا مجمع كل الاسئله والاجوبه بتاعت كل المدارس، يعني لو ما اتقبلش في المدرسه دي هيتقبل في غيرها عادي. دودي يلا، انا عندي دلوقتي حصه مع الولد عشان اذاكر له، واعمل حسابك ان انا بعد ما اخلص الحصه اللي مع الولد ان ميعاد حصتك بعده، لان احنا هنقابل المديره بتاعت المدرسه في الانترفيو. هخلص مع الولد واجي لك، مش عايزه ازعاج. يلا يا واد يا دودي. طبعا انت عارف يا دودي يا حبيبي ان احنا داخلين على مرحله جديده في حياتنا، مرحله هتغير مسار حياتنا باكمله، انا وانت وبابي. فهمني يا حبيبي. لا مش مهم، المهم اللي انا هقوله لك دلوقتي تحفظه صم زي اسمك. ماشي ماشي. لا اسمها اوكي، واي جمله تقولها بعد كده تلزق لي وراها اوكي. مفهوم؟ اوكي اوكي. واتس يور نيم؟ دودي. صح دودي، بس لما حد يسالك واتس يور نيم ترد تقول اسمك الحقيقي. واتس يور نيم؟ ماي نيم از، ماي نيم از ادري محمد ادر. اكسلنت، برافو عليك يا حبيبي. هاو اولد ار يو؟ اي ام 5. ثانك يو. مش دي حرام عليك، وانا موديك حضانه وبدفع دم قلبي وهات السبلايز رايح وهات السبلايز جاي وصرفت اللي ورايا واللي قدامي وفي الاخر مش عارف. لما حد يقول لك هاو اولد ار يو تقول سنك. انت عارف سنك كام؟ يلا هاو اولد ار يو؟ 5. برافو عليك، فيري جود يا حبيبي، فيري جود. طب هاو ار يو؟ ايام ثانك يو. برافو عليك، بس اسمها ثانك يو، طلع لسانك ثانك ثانك. يا شيخه ما تخليه يقولها اي حاجه، يعني هو رايح يقدم في السفاره الامريكيه. بعد اذنك ما تقتحمش حصتي انا والولد، واجهز عشان دورك بعده. الله، هو انا مالي انا؟ طيب هو انا رايح امتحن معاه في المدرسه؟ يلا يا دودي. عارف ده ايه؟ مش مهم، ده بطل. يلا رتب لي الكلام ده كله، يلا رتب كله في غضون 5 دقايق. يلا ودي رتبت. مش عارف هو ايه اللي مش عارف؟ هما اللي انا جايباه ليه؟ يعني ايه مش عارف؟
مش مهم، هي اصلا جايه في امتحانات السودان فغالبا مش هجيبها في امتحانات مصر. بص ده كتاب في صور عشان اقول لك على الصوره وتقول لي ايه الانجليزي. ماشي ماشي. احنا قلنا اسمها ايه؟ اوكي. اسمها ايه؟ اوكي اوكي. 10 مرات. اوكي اوكي اوكي. دي صوره ايه؟ صور. برافو. دي بالانجليزي فيش. برافو. اسمها ايه؟ صور. بالانجليزي فيش. فيري فيري جود يا روح قلب ماما. ما تخلصينا بقى من الهبل ده وقوم اعمل لنا حاجه نتفح. الواحد قاعد من الصبح يا شيخ. اولا اللي انا بعمله ده مش هبل، ثانيا ده مش مستقبل ابنك لوحدك، ده مستقبلنا كلنا. وبعدين على فكره الواد لو دخل المدرسه دي هيتعلم على ايد مدرسين حلوين جدا، ومش بعيد كمان يطلع دكتور زي ما بتمنى. وعلى فكره انت اول واحد هتفشخر بيه، وابن الدكتور رايح وابن الدكتور جاي. يعني هو انا عشان اتفشخر بالواد هدفع له مصاريف 25000 جنيه في السنه؟ ما انا عندك اهو باشمهندس قد الدنيا، خريج مدرسه النقاش الثانويه بنين، وبتدفع لي كام؟ 85 جنيه في السنه. سلام. ايه بقى؟ ايه بقى؟ لا فعلا ايه بقى؟ اسكت اسكت، انت ما بتفهمش حاجه. انا كل ولاد صحابي في المدرسه دي، ابن ليلى وابن نجوى وابن عليا وابن شيماء وابن شاك، كلهم جت عليا يعني ولا ايه؟ وبعدين انا ابني يا اخويا ابني ده قمر، ده مش هيكون اقل من عيال اخواتك، وحط 100 خط تحت اخواتك دي، انت فاهم؟ ولعلمك النهارده مفيش طبخ، النهارده اكلنا شوربه خضار وثمره فاكهه واحده. ثمره فاكهه واحده؟ اه ثمره فاكهه واحده علشان الانترفيو بكره. الكرش ده، ها الكرش ده لازم ينزل، انت فاهمني؟ واه البدله انا طلعتها لك جوه على السرير، خش اسعى عشان دي اللي هتروح بيها بكره لحد ما اخلص مع دودي الحصه علشان انت بعده. اتفضل يلا يا دودي. هاو اولد ار يو؟ عارف ثانك يو. يا مشرفني.